اللي موجودين يعملوا كومنتير يكتبوا لي سيكسيون تاعهم باك شنو كان تسمعوا فيها، اكتبوا لي في الشات لي سيكسيون تاعكم باش نعمل ان شاء الله كوريكسيون تاع اكزامان تاع مات. مش كامل بالطبيعة باش نختم يعني اكزرسيس على ليتي دو فونكسيون. شكون موجود توا يعمل كومنتير على الشات باش نبدو رانا. اللي موجودين يعملوا كومنتير يكتبوا كومنتير ويكتبوا لي سيكسيون تاعهم في الشات. سلام يا عبير، كنت نجم كلمي صحابك باش يحضروا معك حتى هون. سيكسيون شنو يا عبير؟ كلموا صحابكم باش حتى هما يحضروا. سيكسيون شنو يا عبير؟ الجماعة الموجودين يعملوا كومنتير في الشات يكتبوا لي سيكسيون تاعهم، كل واحد يكتب السيكسيون تاعه ان شاء الله باش نصلح اكزامان اكزرسيس من اكزامان تاع ايتي دو فونكسيون. بالنسبه للجماعه كل تو لي سيكسيون سيانتيفيك في بالي يقروا ايتي دو فونكسيون، كل مره باش نخطف في اكزرسيس. اليوم باش نخدم اكزرسيس ايتي دو فونكسيون تاع جماعه باك انفو، وبعدين تو نكمل الاكزامان هذا تو نزيد نمشي نختار يعني اكزرسيس من جماعه باك سيونس وباك تكنيك. واضح؟ باهي، كلموا صحابكم باش يحضروا معاكم باش نبدو في ال كوريكسيون باش نصلحوا ليكزارتيس تروا نتاع باك سيسيون دو كونترول نتاع باك 2013 جماعة سيكسيون انفو. حتى جماعة المات و جماعة سيونس و جماعة تكنيك ينجمو يحضروا راهم نفس ليدي دو فونكسيون يستفادوا برشا. باش نحكي على لي برونش انفيني، باش نحكي على الديريفي، باش نحكي على البريميتيف، باش نحكي على الكالكيل دير زاده. هذا لي نونسي تاع ليكزارسيس. باش نحكي كيفاش تكالكل لي ليميت، ليميت نتاع فونكسيون، كيفاش ترسم ان كورب. سهله برشا. دي شكون موجودين يا جماعة غير عبير ومازن؟ شكون موجود آخر؟ تحبوا نبدو تو ولا نزيدو نستنوا جماعة يجوش؟ نبدو يا مازن وعبير ولا نستنوا جماعة يحضروا؟ نبدو ولا هذا الجروب اللي مش موجود في الجروب يبعث انفيتاسيون تاو نقبلو. هذاك ديما نهبط في ليزيكزامان انفورماتيك شيماء ومازن. نستناو شوي باهي، نستناو شوي دوب ما نستناو نتاو نبدو يا شيماء. هذاك الجروب متاعنا اللي يحب يدخل له تاو نهبط فيه. لي عندي ريفيزيون تاع مات تو سكي خاص بالمات تاع لي بريميتيف لي كونتينيتي تاع ليتي دو فونكسيون تاع سويت كلها ملخص، تاع لي ديريفي تاع الانتجرال كلها ملخص. شنو اخر؟ باهي هذاك بالنسبة للين تاع الجروب اللي حاب يدخل.
زاد عندي شين يوتيوب هذه مش ابوني فيها، مش نعطيكم توليه نتاعها، مش ابوني في الشين يوتيوب، يدخل يعمل ابوني هذا الشين يوتيوب، وزاد التويتر، تويتر الكونت تويتر زادا، اللي عنده كونت في تويتر ينجم يعمل اباني زادا، الكونت متاعي اسمها فيرباك زادا كما تشوفوا قدامكم، هذه هي الكونت دوب ما زلت جديدة، مي اللي حاب يعمل اباني في فيرباك يعمل ده. تحبوا نبدو يا جماعة؟ نبدو تو باش نصلح يا بيروني، باش نصلح اكزرسيس اي تي دو فونكسيون، باش نصلح لكم اكزرسيس اي تي دو فونكسيون، فيه لي برونش انفينيك، فيه الديريفي نتاع فونكسيون، فيه التابلو دو فارياسيون، كالكيل نتاع كيفاش تعمل تابلو دو فارياسيون. بي نبدو يا جماعة، الاكزامان هو نجمو باش تلقوه الاكزامان هذا examen bac ta section informatique session de contrôle smart bac session 2013 l'exercice de droit à la 6,5 galek soit la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins exponentielle log de x ou e et le réel tel que log de e est égal à 1, il y a qu'il y a l'exponentielle avec e, l'exponentielle b, on désigne par c sa courbe représentative dans un repère orthonormé O, U et G. La question nous est de calculer la limite de f de x fait 0 plus ou la limite de f de x plus l'infini. Nous avons la fonction heavy, fonction f de x égale f de x fonction f de x égale f de x un savoir collectif f de x égale x moins 1 log de x égale x moins 2 log de x, c'est-à-dire fonction en termes. شنو طلب منك؟ قال لك احسب لي الليميت في ال 0 بليس نتاع الاف دي اكس، ليميت في ال طون الاكس طون فير 0 بليس نتاع الاف دي اكس، هاتي قال لك قداش لهنا، نعوضو لهنا بالفونكسيون نتاعنا اللي هي هادي. يعني باش تعمل ليميت نتاع ليميت نتاع x طون فير بليس لانفيني نتاع x موان x e لوك دو x في 0 بليس في 0 بليس ب، لهنا كي نعوضو x ب 0 واش تجينا 0، ولا نحنا اللوك ليميت في 0 بليس نتاع لوك دو x ايكال قداش؟ ليميت نتاع لوك دو x 0 plus est égal à moins l'infini. Voilà. Moins l'infini. Est égal à moins l'infini. Voilà. Donc, là, est égal, le résultat interne est égal à moins l'infini. Moins l'infini. Et là, ouais, le 0 plus, ça m'a dit, le عندك البو نسيتها هذي بليس لانفيني تجي مش مو لانفيني ليميت اكس، نحنا كي نعوضو الاكس بزيرو بليس بزيرو يعني تبقى لنا زيرو، الاو لوك دو اكس تعطيك مو لانفيني
وثم موال هنا على جنب الموال هذيك باش تولي لنا بليس لانفيني ريزلتا. هذه غلطي سامحوني، بليس لانفيني الريزلتا نتاعنا بليس لانفيني الليميت نتاع لوغ دو اكس ايكال موال لانفيني، مي الليميت نتاع هذه ثم موال ملتيبليكاسيون، مي الموال لانفيني فوا موال توليك بليس لانفيني، دونك الليميت نتاعها في سيتين بليس لانفيني. بي نتعدوا للكيستيون اللي بعده اللي هي في نفس الكيستيون، ليميت بليس لانفيني نتاع الاف دو اكس، ليميت بليس لانفيني نتاع الاف دو اكس كيفاش تحسب؟ تعوض بالطبيعه ليميت بليس لانفيني دو اف دو اكس، تعوض الاف دو اكس بالفالور نتاعها اللي هي اكس موان او لوغ دو اكس. نحن نفترضوا انا باش نحسبوا الليميت لهنا، كي نحسب الليميت في البليس لانفيني نتاع الاكس تعطينا بليس لانفيني، وليميت دو بليس لانفيني نتاع لوغ دو اكس شو قلنا نحن؟ بليس لانفيني نتاع لوغ دو اكس تيكال بليس لانفيني. هذه ثم دي فورميل تعرضوهم اللي هي ليميت في الزيرو بليس نتاع لوغ دو اكس تعطيك موان في لي، ليميت نتاع البليس لانفيني نتاع لوغ دو اكس تعطيك بليس لانفيني نتاع لوغ دو اكس تعطيك تيكال ا بليس لانفيني، بليس لانفيني تعطيك بليس لانفيني، زيرو بليس موان لانفيني بليس لانفيني. هذا ما زوج قواعد لازم تعرف بي اللوغ دو اكس الليميت في البليس لانفيني بليس لانفيني، وتضربها في الموان توليك موان لانفيني، ولولا الاكس تعطيك بليس لانفيني، بليس لانفيني موان موان لانفيني موان لانفيني ما تنجمش تخدم. دونك لازمنا نشوفوا حل، نعملوا الاكس اون فاكتور. كي نعملوا الاكس اون فاكتور اش تجينا؟ تبقى لنا الاكس فوا 1 هاوني كيما تشوف موان لوغ دو اكس سير اكس، باش تولي لنا الفورما نتاعها هاك بي، باش تولي لنا الفورما نتاع كي عملنا الاكس اون فاكتور تبقى لنا الان تاع الاكس موان او اللي هي الاو هادي فوا لوغ دو اكس سير اكس، جيست عملنا اون فاكتور الاكس. باهي توا باش تسهل لنا علاش عملنا هكا؟ لان ما نجموش نحسبوا اوتوماتيك، يعني كي نعملوا ليميت تاع لوغ دو اكس والاكس تعطينا فورما ديتيرميني ما تحسبش. باهي دونك ليميت في الاكس في البليس لانفيني توا حسب رايكم كيفاش؟ احنا نعرفوا ان الليميت نتاع الاكس في البليس لانفيني تعطيك بليس لانفيني. باهي توا لوغ دو اكس سير اكس في البليس لانفيني قداش تعطينا؟ نعرفوا ان لوغ دو اكس هذيك على اكس نيجليجابل لوغ دو اكس، دونك كانك تقسم تعمل الليميت نتاع البليس لانفيني نتاع الان سير اكس. واضح؟ تو نزيد نفسر لكم اكثر الفونكسيون هذه. الليميت نتاع هذه لوغ دو اكس سير اكس هذه برك هذه في البليس لانفيني هذه قديش؟ في البليس لانفيني الليميت نتاع لوغ دو اكس سير اكس كانك هي لوغ دو اكس نيجليجابل دومون اكس، هذاك علاش تعتبر كانك تعمل في الليميت دو بليس لانفيني نتاع الان سير اكس ليميت دو بليس لانفيني دو لوغ دو اكس سير اكس هي نفسها كانك انت تعمل في الليميت دو بليس لانفيني نتاع الان سير اكس. وقديش الان سير اكس الليميت نتاعها في البليس لانفيني؟ الليميت بليس لانفيني دو ان سير اكس ايكال زيرو. واضح؟ دونك هذيك تعطينا زيرو. به لهنا هذه باش تعطينا زيرو، يعني ان موان زيرو قداش باش تعطينا؟ ان. ونضربوها في الليميت في البليس لانفيني دو اكس، بليس لانفيني تاع الاكس ايكال بليس لانفيني، دونك ريزلتا بليس لانفيني فون ان باش تعطينا بليس لانفيني. واضح؟ نكملوا توا الكيستيون اللي بعد شنو قال لك؟ كملنا هذا قال لك مونتري كو بور تو اكس ديريفي نتاع الاف دو اكس ايكال اكس موان او سير اكس. باهي توا باش نعملوا الديريفي نتاع الاكس موان الاكسبونونسيون لوغ دو اكس كيفاش نحسبوا؟ ساهل برشا. حط قدامي السوليسيون باش نفسر لكم علاش، لاني ما نجمش نكتب هكا الاف بريم وهكا الشيء صعيب معناها، لازمني ستيل وورقه وما عنديش بصراحه كاميرا، هذاك علاش باش نحط لكم نخدم لكم يعني السوليسيون قدامي ونفسره لكم واحده واحده. كان فما كيستيون تنجموا تسالوا. باهي باش نحسبوا الديريفي نتاع الاكس، نحن الاكس الاف دو اكس، الاف دو اكس هي قداش؟
f de x هي الفونكسيون ايت ايكال اكس موان اكسبونسيال لوغ دو اكس. به الديريفي نتاعها ساهل برشا. الديريفي نتاع الاكس قداش؟ هو 1. والديريفي نتاع الموان او لوغ دو اكس، لوغ دو اكس الديريفي نتاعها شنو؟ اللي هو 1 سير اكس. دونك باش تجينا 1 موان او 1 سير اكس، كي نوحدوا المقامات قداش تولي؟ الان نضربها في الاكس تولينا اكس موان او سير اكس، باش تولي وصلنا للريزلتات طلبنا منها. باهي تو قال لك تريسي لو تابلو دو فاريسيون دو اف. كيفاش نخدمو تابلو دو فاريسيون دو اف؟ ديما هو لهنا سهل لك، عطاك الاف بريم، حسب لك الاف بريم. لو انه ما حسبلكش الاف بريم وقال لك اعطيني تابلو دو فاريسيون تاع الاف، اول حاجه اش تعمل؟ تحسب الاف بريم انت وحدك. كي يقول لك تابلو دو فاريسيون دو اف ولا جي باغ اكزومبل، عندك الفونكسيون جي تحسب لها، تعمل لها ديريفي، ومن بعد تعمل لها التابلو دو سيني نتاعها، وسلون تابلو دو سيني باش تعمل انت تابلو دو فاريسيون واحده. واضح؟ بي لهنا التابلو دو فاريسيون نحن عندنا الاف بريم محسوبه، ديجا محسوبه كالكيلي، اللي هي اف بريم دو اكس ايكال اكس موان او سير اكس. هذه حسبناها. توا التابلو دو فاريسيون كيفاش؟ اول حاجه شوف الاف بريم دو اكس وين سانيل. تانا اليمون سانيل، سانيل اون زيرو، سانيل اون او. كي نعوضوا الاكس لهنا بالاو كيفاش تعرفها سانيل؟ باهي تشد الفونكسيون تاعك الاف بريم اللي هي اكس موان او سير اكس، هذه هي الفونكسيون تاعنا، هذه الاف بريم. كيفاش تعرفها سانيل؟ تكتب ات ايكال زيرو، سهله برشا، ايكال زيرو. وبعدين اش تعمل؟ هذه ايكال زيرو كيفاش نطلعوا الاكس؟ اكس موان او ات ايكال ل زيرو هو نفسه سير ان. نحاول نبسط لحتى مش فاهمين حتى شيء، نحاول نبسط. الاكس مع سير اكس اتيكال زيرو سير ان. بي توا نخدمو اكس مع هذيك نضربوها في الان، عندنا الفورميل دو كروا تقريبا اسمها، فوا ان اتيكال زيرو فوا اكس، زيرو فوا اكس اتيكال زيرو. به دونك الريزلتا نتاعنا الاكس موان او ايتيكال زيرو، دونك الاكس قداش يصير؟ اوتوماتيكمون الاكس يساوي او، يساوي او. هذاك علاش لهنا لقينا في الثانية اون زيرو الاف بريم دو اكس، كتبها لك اوتوماتيك هو كيكا، مي هذيك هي كيفاش تطلعها. به توا الاكس عندك زيرو لهنا، سانيل الاف بريم سانيل اون زيرو. باهي لهنا الاف بريم دو اكس السيني، كيفاش تطلع السيني لهنا؟ منا تحط السيني دو ا، ومنا السيني دو موان زان. السيني دو ا اللي تحت الاكس، السيني دو ا هي بليس، والسيني دو موان زان هي عكس بليس اللي هي موان. باهي لهنا الفونكسيون تاعنا في الزيرو ما يعني ني با ديفيني في الزيرو. علاش؟ لانه في الانترفال نتاعك كوني زيرو اليميني من ناحيه. باهي نكملو. وقتاش دونك؟ وقت لي اف بريم دو اكس بوزيتيف الفونكسيون اف كرواسون، وقت لي اف بريم نيجاتيف الاف الفونكسيون اف دي كرواسون، وسانيل اون زيرو هذيك بالطبيعه. باهي لهنا ليميت حسبناه نحن، ليميت في الزيرو بليس تاع الاف دو اكس قداش لقيناه؟ لقيناه بليس لانفيني. والليميت نتاع البليس لانفيني نتاع الاف دو اكس لقيناه بليس لانفيني. دونك تحط لي ليميت نتاعك الاو الاف دو او ايتيكال قداش؟ اف دو او نطلعوا للاو نتاعنا الفوق الاف، كي نعوضوا لهنا الاو لوغ دو او شكون؟ ان. تجينا او موان او ايتيكال زيرو، دونك الاف دو او ايتيكال زيرو، هذاك علاش كاتب لك زيرو لهنا. الليميت في الزيرو هذيك بليس بليس لانفيني، عندك لهنا بار لانها ني با دير يعني ديفيني في الزيرو. دي كرواسونت، علاش الاف دي كرواسونت؟ لانها الديريفي نتاعها نيجاتيف، دونك دي كرواسونت من بليس لانفيني للزيرو، ومن الزيرو تطلع للبليس لانفيني، علاشها كرواسونت والديريفي نتاعها بوزيتيف. به نكملوا الكيستيون الثاني تو. الكيستيون اللي بعد سي اللي هو 2، مونتري كو سي ادمي ان فوازيناج دو بليس لانفيني اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون
celle de la droite delta d'équation y est égal à x. Mais qui a dit comme question qui fait que ou il dit que je vais vérifier que c'est une branche infinie. On a une règle là. Il y a des règles, mais pas de règles. J'ai un résumé, je vais vous donner le groupe, inchallah, sur la branche infinie. Résumé de cours. B. وقتاش نقولوا نحن عندنا برونش انفيني بارابوليك اول حاجه اش تعمل كي يعطيك كيستيون كيف هكا كيما لهنا الكيستيون مونتري كو سو سي الكورب سي ادمي او فازيناج دو بيس لافيني ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون سي دو دروات دلتا ديكواسيون اي ايت ايغال ا اكس اش تعمل تحسب ليميت نتاع البليس لافيني من شنو نتاع الاف دو اكس سير اكس عندك حالات لهنا اذا لقيتها زيرو تقول راو سي اف ادمي ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون سيل دو او اي واضح وعطيك لهنا اكزامبل معناها باش تمشي لك السونس نتاعها يمشي مع الاو اي ديريكسيون سلون او اي قال لك وقت اللي تلقى الاف دو اكس سير اكس في البليس لانفيني تلقاها لانفيني سي اف ادمي ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون سيل دو او جي اكزامبل الاف دو اكس هذه وقت اللي تلقاها بليس لانفيني هذه القاعدة الثانية كما تشوف فيها تلقاها ماشية مع الـ OG واضح؟ سمير بالطبيعة يا سمير تحسب الـ F دو X نفسر لكم فما شكون مش فيها حد شيء ب تعمل البرونش انفيني ديما كي يطلب منك البرونش انفيني تعمل ليميت في الانفيني في البليس لانفيني بتاع الـ F دو X سير X كي تلقاها لانفيني تقول راه برونش بارابوليك دو ديريكسيون سيل دو او جي وهذا كاكزومبل به توا سينو ما تلقاهاش لانفيني وما تلقاهاش زيرو باش تلقى ليميت نتاعك ايتيغال ان نومبر بار اكزومبل 1 2 3 زيد وقتها كي تلقى ان نومبر تحسب ليميت دو اف دو اكس موان ا اكس كي تلقاها ان نومبر ديفيرون دي زيرو بالطبيعة تحسب ليميت نتاع الاف دو اكس من الاول حسبنا ليميت اف دو اكس سير اكس لقيناها ا التوا تحسب الليميت في الانفيني دو اف دي اكس موان ا اكس ال ا لقيت هذيك تضربها في الاكس وتشوف ايتيغال قديش لو انك لقيتها ان نومبر بي تقول راي سي اف ادمي ان اسامبتوت اوبليك ديكواسيون ايغريك ايتيغال ا اكس بلس بي ب الحاله الاخرانيه لو انك عملت الليميت ولقيتها الانفيني اش تقول تقول سي اف ادمي ان برانش بارابوليك دو ديريكسيون ايغريك ايتيغال ا اكس اكزامبل وعطيك هذيك ب معناها نحن باش كي نخدموا نحسبوا ليميت نتاع الاف دو اكس سير اكس باش نطيحوا في حاله من هذه واضح نعملوا ليميت نتاع الاف دو اكس موان ايغريك هاني قلت لك ها هي بالنسبه للمازن ها هي وقتاش تعمل ليميت اف دو اكس وقت اللي تلقاها ان نومبر ديفيرون دو زيرو انا باش تشوف الحاله الاولى نتاع الاف دو اكس لذلك اف دو اكس سير اكس لقيتها زيرو تستنتج انه ادمي ان برانش بارابوليك نتاع سيلون الاو اي سينو كي تلقاها لانفيني تقول را برونش بارابوليك دو ديريكسيون سي دو او جي مي اذا ما لقيتهاش لا انفيني لا زيرو تلقاها ان نومبر 5 6 3 1 فهمت تحسب الليميت وقتها لازمك تحسب الليميت نتاع الاف دو اكس موان ايغريك اللي هي موان ان اكس ايغريك كان لقيتها ان نومبر تقول له اسامبتوت اوبليك ديكواسيون ايغريك ا اكس بلس بي وتطلع له انت هاوني طلعت الاو طلعت البي سينو لقيتها انفيني حتى هي تقول له ادمي ان برانش بارابوليك دو ديريكسيون y ايتيغال ا اكس معناها نحن باش نطيحوا في اكزامبل من الاكزامبلات هذه باهي لهنا باش نحسبوا الليميت نتاع الاف دو اكس في البليس لانفيني سير اكس اللي هي الاف دو اكس قداش؟ اش قلنا الاف دو اكس هي نعوض بالاكس موان او لوغ دو اكس اف دو اكس اكس موان او لوغ دو اكس سير اكس كي نحو نحن هاي كيفاش سامحوني باش نوري لكم واحدة واحدة على شكل كيكة مش مفسرها لكم احنا ال f دو x هاذي باش نعلو باش نخدمو باش نعملو ال f دو x سير x نحن معناها هاذي على x وهاذي كلها على x باش نعملوا لها ليميت اول حاجه باش نحسبوها قبل كل شيء باش نعملوا لها ليميت بعدي ب الاكس كي نحو نقسمها على 2 الاف تو اكس تجينا اكس سير اكس سير اكس والبارتي الثانيه تجينا او لوغ دو اكس ولوطا باش تلقى الاكس
اللي هي باش تولينا هكا هكا. هيك وما بيناتهم ثم سينما واضح به. هذه الفونكسيون تاعنا. دونك الاكس سير اكس باش تولي لك 1 موان ال او لوك دو اكس سير اكس. هذه الفونكسيون باش تولي به. هو اش طالب منا باش نعمل ليميت في البليس لانفيني. ليميت في البليس لانفيني تاع لوك دو اكس سير اكس اش قلنا نحن؟ ليميت في البليس لانفيني تاع لوك دو اكس سير اكس هي اللوج دو اكس نيجليجابل. عندكم قاعده في الكور الليميت في البليس لانفيني تاع اللوج دو اكس سير اكس هي زيرو. هذه باش تعطينا زيرو. هذه البليس لانفيني باش تعطينا زيرو. زيرو فوا او باش تعطينا كل زيرو باش تبقى لنا الان. دونك الليميت في البليس لانفيني باش يعطيك ان باش يعطينا ان ريزلت تاع الليميت في البليس لانفيني. دونك هاي ليميت بليس لانفيني تاع الان موان او لوغ دو اكس اكس باش تعطينا ان. واضح به. توا اش قلنا نحنا؟ نمشيو نشوفوا الخدمه نتاعنا. قلنا ان نومبر ان نومبر له زيرو الفوق قال لك يا زيرو يا بليس لانفيني ما طحناش غادي طحنا في الحاله الثالثه. الحاله الثالثه في بليس لانفيني تيكال ان. دونك لازمني نحسب الاف دو اكس موان ا اكس. دونك ليميت نتاع الاف دو اكس موان ا هي ان موان اكس. دونك نحسب ليميت في بليس لانفيني دو اف دي اكس موان اكس قديش تجيني تديك ليميت بليس لانفيني دو الفونكسيون اف قديش يساوي كي نحو الاكس تتنحى هذه اكس تتبقى لنا كان موان لوغ دو اكس اللي هي هذه بليس لانفيني تاع لوغ دو اكس. اش قلنا نحن في البليس لانفيني لوغ دو اكس قديش يعطينا؟ يعطيك بليس لانفيني يزيد هاك الموان التيلانيه هذه تجيك موان لانفيني. دونك موان لانفيني نشوف وين طحنا هنا ما طحناش في هذه بي. دونك ما عندناش اسامبتوت اوبليك عندنا الانفيني. دونك ادمي ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون يغريك ايغال اكس على شيل ا ايغال ا و سي اف ادمي ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون سي دو ايغريك. هذه معناها الاكزامبل اللي يعطيه لك الايغريك ايغال ا ستين ديريكسيون بارابوليك دو ديريكسيون ايغريك هذاك. دونك كليمو هنا هو حبيبي يقول لك بين لي ان الايغريك ايغال اكس. دونك الايغريك ايغال اكس وصلنا للنتيجه اللي حاجته بها هو. واضح واضح يا جماعه فماش كيستيون؟ واضح ولا كان فما كيستيون نجاوبكم؟ واضح نستنى فيكم راكم باش تجاوبوني. وينكم يا جماعه؟ لاباس؟ واضح واضح ولا نكمل؟ معناها مفهوم كل شيء ولا تم؟ شكون عنده كيسيون في البارتي اللي اخترناها تو؟ باهي نكمل لهنا. توا قال لك مونتري كو هذيك خدمناها اتي دي لا بوزيسيون دو سي يعني الكورب نتاع سي بارابور ا دلتا. دلتا ليكواسيون نتاعها ايغريك ايتيغال اكس. ديما الكيستيونات اللي كيفك اللي يطلب منك كيستيون معناها باش تعمل بوزيسيون تاع حاجه برابور حاجه اخرى تعمل الديفيرونس ما بيناتهم وتعمل تابلو دو سيني وتشوف. واضح نعمل التابلو دو سيني تاع الفونكسيون اف دو اكس موان اكس اللي هي موان اكسبونونسيال لوغ دو اكس بي. ديما الفونكسيون هذه تشوف لها وين سانيل سانيل. دونك لوغ دو اكس سانيل اون 1 لوغ دو اكس سانيل اون 1 دونك ان تحتها باش تلقوا زيرو. باهي لي سيني هذو كيفاش نطلعهم؟ نحن عندنا الفونكسيون بري ديفيني لوغ دو اكس. لوغ دو اكس الفونكسيون هذيك وين وين الانترفال نتاعها؟ في الزيرو بالطبيعه ني با ديفيني جيسكا بليس لانفيني. ما بين الان والبليس لانفيني السيني نتاعها بليس يعني باش نوريكم. نحكوا على لوغ دو اكس مش نحكوا على حاجه اخرى. احنا في لوغ دو اكس كي نخدمو السيني نتاع لوغ دو اكس وحدها لوغ دو اكس في الان بليس لانفيني السيني نتاعها شنو؟ بليس فوق ال دروات يعني دابسيس هذاك دونك بوزيتيف ومن زيرو للان نيجاتيف تحت ال
بيه نحن شنو عملنا لهنا؟ عملنا موان ثم موان دونك فونكسيون موان او لوغ دو اكس العكس بالضبط هي اف دو اكس موان اكس دونك البليس تولي لك موان كما تشوفوا لهنا هذاك علاش ولات موان والبليس هذه كانت موان العكس نتاعها ضربناها في الموان دونك تولي لك البليس بي توا طلعنا الاف دو اكس موان اكس سهله برشا من هذا نستنتجوا البوزيسيون تاع سي بارابور الدلتا وقت اللي نحن ما عملنا الديفيرونس ما بين الكورب دو اف اللي هي الفونكسيون دو اف موان ليكواسيون دو لا دروات دلتا y ايجال x وقت اللي نلقاها بوزيتيف يعني الاف الكورب نتاع الاف فوق الدروات وقت اللي نلقاها نيجاتيف يعني الكورب نتاع الاف تحت او دسو دو لا دروات ايكواسيون y ايجال x لهنا في من ان بليس لانفيني السيني نتاع الاف دي اكس موان اكس نيجاتيف دونك سي الكورب نتاع سي او دسو تحت ليكواسيون دو دلتا مي في البارتي من 0 0 ني با ديفيني يعني اليميني جيسكا 0 1 الكورب سي مادام بوزيتيف الديفيرونس ما بيناتهم تاع الاف دي اكس موان اكس الكورب سي او دسو او دسو دو دلتا واضح وفي البوان 1 هذيك سانيل دونك سي ترافيرس دلتا علاش لانهم يتقاطعوا في البوان 10 علاش الكورب تمر من البوان هذيك الكورب والليكواسيون دلتا واضح به بعد تا يطلب منك ترسم الكورب يحكي مش بروف انفو به مات هذا بالطبيعة مات يا جريكس ذي باك شنو انت نقري انفو مات كيما تحب مي سبيسياليتي انفو كان تحب تستفيد في المات ما فما حتى مشكل عندك كيستيون باهي pour étudier la position اللي هنا اللي خدمناها توا الكيستيون اللي بعده قال لك تراسي دلتا اي سي ديما العباد اللي تيدونيت عندهم مشكله في الكورب معناها صعيب يقول لك صعيب انك ترسم كورب نتاع فونكسيون وهي سهله برشا كيفاش ترسم اول حاجه باش نوريكم الكورب اللي باش نرسمه اش تعمل باش ترسم الكورب هذا اول حاجه اش عندنا نحن هو راه مش هو يسال فيك في لي كيستيونات اللي فاتوا الكل كيكره يسألي في الكيستيونات هذوكم باش ينجم يرسم الكورب اللي هو موجود في الكيستيون سي به اول حاجه شنو باش نعملوا احنا ما اش قلنا قلنا عملنا الاتيدي يعني اتيد نتاع البوزيسيون نتاع سي بارابور دلتا معناها لازمنا نرسموا دلتا ليكواسيون نتاعو ايغريك ايتيغال ا اكس دونك باش يجي ايغريك ايتيغال ا اكس كيفاش نرسموها عندك هاني باش نوريكم ايغريك ايتيغال ا اكس احنا عندنا الكورب هكا وإلا باش نكوبي لكم التصويرة ونفسر لكم إيغريك إيكالا إكس اللي هو الدلتا هذا إيش معناه؟ معناها وقت الإيغريك إيكالا 1 الإكس إيكالا 1 إكس إيكالا 2 الإيكريك 2 تروا تروا دونك تختار دو بوان 1 1 و 2 2 وتربطهم بعضهم وترسم الدلتا سهل برشا الدلتا جيست تختار دو بوان كيفاش تختار؟ نحن معنا الإيكواسيون تاع الدلتا هي شنو؟ إيكريك إيكال إكس كي نختار الإيغريك 1 معناها راهي الإكس 1 كي نختار الإيغريك 2 يعني الإيغريك 2 دونك هذوما دو بوان اختارناهم 1 1 والتابسيس 1 1 والتابسيس 2 2 هذه 1 1 اللي هي البوان هذه سامحوني اللي هي البوان هذه والبوان مثلا 2 2 هي لهنا وتربطهم بعضهم باش تتحصل على الدلتا اللي هو هذا هذا الدلتا نتاع واضح دروات هذيك اول حاجه باش نرسموا الدلتا دروات دلتا بعدين باش كيفاش نرسموا الكورب سي عندنا دي دوني هنا عندنا انه قال لك لهنا ليميت في الزيرو بليس نتاع الاف دو اكس حسبناها انها تمشي في الزيرو بليس باش تمشي في البليس لانفيني هذاك علاش وقت اللي تمشي انت في البليس لانفيني الفوق نتاع مع البوجي البليس لانفيني في الزيرو بليس اللي هو الزيرو اللي هنا زيرو بليس معناه على جنب اليمين يقرب يعني الكورب يقرب لك لل يمشي في البليس لانفيني في زيرو بليس هذاك علاش نديت وطالع الفوق باهي هذه حاجه ليميت في البليس لانفيني دو اف دو اكس معناها في اللانفيني وقت تمشي البليس لانفيني على الجهه هذه
مش يمشي لك يقرب يتعدل لك يقرب لك البلي سلافيني، الجهه نتاع البلي سلافيني معناها ماشي للجهه دي، هذيك علاش هو ماشي لليمين. واضح؟ ثاني حاجه عندنا الفونكسيون، عملنا تابلو دو فارياسيون، نرجعوا للتابلو دو فارياسيون باش يعاوننا برشا. تابلو دو فارياسيون لهنا عندنا الاف دو او هي زيرو، دونك الكورب باش يتعدى من او يعني الكوردوني او زيرو اللي هي هذه كما تشوفوا فيها البوان او زيرو، هذه باش يتعدى منها. دونك تو تنجم عندك تربط لي بوانيت وتنجم تزيد باش تثبت. اش تعمل؟ تختار بوانيت، اعطيني مثلا الاف دو، عملنا اخترنا الاو اعطيتنا زيرو، كي نختاروا الاف دو ان، اف دو ان اش تعطينا؟ لوغ دو ان ايتيغال زيرو، دونك اف دو ان تعطيك ان. تمشي ترسم انت اف دو ان ايتيغال ان، اف دو ان هاويني شفتها هاي في الكورب مع هذيك، علاش متقاطعين في الان ان بي، وتختار بوان اخرى باغ اكزومبل الاف دو او قلنا زيرو، نجم تختار حتى الاف دو دو تلقاها، وهكا تنجم ترسم بالطريقه هذه، ترسم الكوربه نتاعك. واضح؟ بيه شكون مازال يتبع باش نكملوا توا البارتي اللي بعدها؟ رسمنا الكوربه نتاعنا توا، قال لك جيستيفي كو لا فونكسيون اف دو بوان، يعني الفونكسيون هذه est une primitive de la fonction ln. باهي كي يقول لك باين لي بريميتيف هو البريميتيف نتاع فونكسيون معينه، اش تعمل؟ تعمل لها ديريفي، لازمك تلقاها الفونكسيون هذيك. كي نعملوا نحن ديريفي نتاع الاكس لوغ دو ان دو اكس موان اكس، كيفاش باش تجينا النتيجه؟ نعمل الديريفي نتاعها هاي الفونكسيون هذيك، باش نعمل الديريفي عندنا الفونكسيون فوا فونكسيون الديريفي نتاع اي فوا جي، عندنا قاعده باش نكتبها لكم، ديريفي ديريفي نتاع اي فوا جي برودوي نتاع دو فونكسيون ايتيغال ديريفي نتاع الاولى فوا جي مع او فوا ديريفي دو جي. فوالا هذه هي القاعده نتاعنا باش نطبقوها. الديريفي نتاع الاكس فوا لوغ دو اكس تعطينا اكس ديريفي نتاعها 1، دونك تعطينا لوغ دو اكس مع الاكس فوا ديريفي دو لوغ دو اكس باش تعطيك اكس فوا ديريفي نتاع لوغ دو اكس تعطيك 1 سير اكس، والديريفي نتاع الاكس هذيك موان 1 اللي هي موان قدامها الاكس ايتيغال 1، دونك هذه باش تعطيك لوغ دو اكس بليس اكس سير اكس اللي هي باش تعطيك 1 موان 1 باش تعطيك ريزلتا فينال اللي هي اف دي اكس اللي طلبها هو اللي هي لوغ دو اكس. دو اف ايتين بريميتيف دو لا فونكسيون اكس log de x sur 0 plus l'infini. B. Ça va, il y a حد الان ولا؟ واضح هذيك هي القاعدة. B. بالنسبة لآخر كيستيون في الإكزامان، يعني في ليتيد دو فونكسيون نقرو فيها، قال لك أون دودوير لير دو لا بارتي دي بلان ليميتي بار لا كورب سي، معناها باش نحسبوا الكورب سي مع لاكس دي زابسيس مع الدروا دلتا. خلينا نشوفوا شنو في الكورب اللي رسمناه هذا. الكورب سي قالك الكورب ليميتي بار سي ولاكس دابسيس، يعني الكورب هذا ومع لاكس دابسيس مع ال الدروا دلتا الكورب سي لاكس دي زابسيس تيكال اكس الكورب سي والدلتا نتاعنا هذي الى دروات ديكواسيون اكس ايكال 1 اكس ايكال اكس ايكال 1 ويني عندك هذي هذي الاكس ايكال 1 والاكس ايكال هي هذي هذي الاكس هذه x إيجال 1 والأخرى x إيجال ماذا؟
انا تو نخدم الكاس تو نبدو بالسهل والجماعه مش محاضرين خليها كنا نعملوهم صعيب تو بشوي بشوي نكملوا شوي بشوي نفسروا لهم كل مره حاجه صعيبه بي هادي تو ندخلوا في الصعيب ان شاء الله مي كي يحضروا نلقى برشا يحضروا تو نصعب في الانونسيات بي اش قلنا ليميتي بار لا كورب سي الكورب سي اللي وريته لكم هو الكورب سي هذا نتاع سي معاه لاكس دابسيس لاكس دابسيس اللي هو هذا لاكس دابسيس نتاعنا الكورب سي لاكس دابسيس والدروات دلتا ديكواسيون اكس هذه ايجال ايجريك معناها شنو حاجته لهنا حاجته باش يحسب لير نتاع انا بارتي شفتها هذه عندك هذه الكل يعني تنقول نعمل كل اخر بارتي هذه كل باش نحسبوها بال معناها تشوفوا فيها قدامكم هذه الكل باش نحسبوها بالدلتا والاكس ايجالا او وذيك والليميتي زاد بالكورب واضح اللي دروات ايكواسيون هذيك كيفاش باش نحسبوا الانترفال يعني اللير هذا عندنا قاعدة لير ايتيكال لانتيغرال نحن منين لمنين هو قالك ليميتي بار ليكواسيون اواني من ان لل او دونك من ان لل او الانتيغرال نتاعنا اونتر بارونتيز ليكواسيون تاع دلتا اللي هي اكس موان اف دو اكس اللي هو ليكواسيون تاع الكورب دي اكس ايتيكال نعوضو تو الاكس موان اف دو اكس باش تعطينا ال وين هي الاف دو اكس نرجعوا لها ديما موان الاف دو اكس باش تعطيك او لوغ دو اكس كيما حط لك لهنا البريميتيف نتاع او لوغ دو اكس قداش يعطينا هي او فوا البريميتيف دو اف دو اكس اللي حسبناه من الاول هو بيناه عملنا له فيريفيكاسيون انه هو ذاك دونك الاو سيتين كونستانت تخرج لبرا ايتيغال ا البورن البراني البريميتيف اون او موان البريميتيف اون ان بريميتيف اون او نعوضوا نحن البريميتيف نتاعنا الاف دو اكس هذيك بال او باش تجيك لوغ دو او قداش باش تجيك باش تجيك 1 او موان 1 باش تعطيك 0 هذه باش تعطيك 0 الاف دو او والاف دو 1 باش تعطيك لوغ دو 1 0 باش تعطيك موان 1 دونك زيدها الموان هذيك باش تولي لك 1 1 فوا او باش تعطيك او انيتي دو دونك السوليسيون يعني النير نتاع الاسباس اللي عطاه لنا هذيك هي ايتيغال ا او وهكا نكونوا كملنا الاكزرسيس تم شكون عنده كيستيون في البروبليم هذه شكون عنده كيستيون شكون عنده كيستيون بالنسبه للبروبليم هذه وشكون عنده اقتراح معناها تحبوا نزيدوا نصلحوا تو كان ثم المعمل جيم للفيديو يعمل جيم يبارتاجي الفيديو زادا لصحابه وبارتاجوا الفيديو لصحابكم على الفيسبوك ولا على باش على الاقل صحابك يستفادوا حتى هما كيما تستفادوا انتوما مش تحب نصلح لكم اخر نسمع فيكم شنو اقتراحاتكم تحب نصلح لكم اكزرسيس اخرين نشوف لكم ديزيتي دو فونكسيون معناها اصعب شنو سويت